اليوم اللقاء اللي تقدمت تقرير حول الاتجار في البشر، وانتم كتعرفوا انه من التزاماتنا الدوليه ومن التزاماتنا القانونيه ومن التزاماتنا الاخلاقيه كذلك باش نقدموا تقرير حول الاشغال اللي قمنا بها هذه السنتين اللي قمت بها وزاره العدل هذه السنتين هذه، واللي الان عندها تصور كذلك السنوات المقبله. والتقرير هذا يفيد مدى تنفيذ المغرب التزاماته الدوليه تجاه الاتفاقيات اللي وقع عليها، وكذلك لمواجهه هذا الوباء اللي هو الاتجار في البشر والذي اصبح من اهتمامات الامم المتحده، وحنا التزمنا في اطار الاتفاقيات الدوليه لمحاربه هذه الظاهره هذه اللي تسيء الانسان، تمس بالسلامه البدنيه ديالو والجسديه، كما تمس بالحرمه النفسيه ديالو والاخلاقيه. لذلك هذا اللقاء كان بحضور المتدخلين معنا من مسؤولين ومنظمات دوليه وجهات دوليه باش نقدموا هذا التقرير باش نهيئوا العمل ديالنا للمستقبل ان شاء الله. هشام اللطي قاضي مدير الشؤون الجنائيه والعفو ومشرف على اللجنه الوطنيه لتنسيق اجراءات مكافحه التجار بالبشر والوقايه منه. نلتقي اليوم في اطار تقديم التقرير السنوي للجنه الوطنيه المذكوره، وهذا التقرير السنوي هو من بين المهام التي اوكلها قانون التجار بالبشر اللجنة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر، للمادة السادسة تتحدث على واحد مجموعة من الاختصاصات والمهام، لمنها إعداد تقرير سنوي نقدم من خلاله ما تم القيام به من طرف القطاعات المتدخلة في مجال مكافحة التجارة بالبشر، وأيضا لبسط الإكراهات والآفاق ديال العمل. التقرير السنوي سيكون فرصة لاستعراض السياق ديال إحداث هذه اللجنة اللي كان في في منتصف ديال سنة 2019، وايضا لبسط الجهود التي قامت بها كل القطاعات سواء تعلق الامر بقطاعات حكوميه او امنيه او قضائيه. وسيكون ايضا فرصه لاعطاء بعض المعطيات الاحصائيه حول الظاهره من خلال ارقام ومعطيات حول عدد الاشخاص المتابعين وايضا عدد الضحايا. وسيكون ايضا فرصه لبسط الاكراهات التي واجهت اللجنه، وايضا بعض المقترحات التي يمكن ان تكون مشروع برنامج مستقبلي للعمل. والاشاره فاللجنه هي تتكون من 14 ممثل، منهم 14 ممثلين عن القطاعات الحكوميه و8 ممثلين عن القطاعات الامنيه والقضائيه، اضافه الى تمثيليتين للمجتمع المدني يشتغلون يد في يد من أجل تنسيق الجهود، لأن اللجنة الدور الأساسي ديالها هو التنسيق ما بين المتدخلين. عوض ما كل متدخل يبذل الجهود بشكل أحادي، فاللجنة تقوم بدور التنسيق من أجل بلورة واحد السياسة عمومية وطنية في مجال ديال مكافحة التجار بالبشر. سهام الفيقيقي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حنا هنايا كشريك رسمي للجنة الوطنية حيث ننجز عدة برامج لتنمية قدرات الفاعلين في مجال الوقاية، ولكن أيضا التصدي لهذه الظاهرة ديال التجار في البشر، وأيضا لإنجاز برامج توعوية للجمهور الكبير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.